ازيك يا نهى؟ ازيك عامله ايه يا سالي؟ اخبارك ايه؟ تمام. عمالين نضحك تحت الهوا ونقول هنسيطر على الهوا. ها خلاص. انا بس عشان اول مره ابقى بتكلم كده في المايك. نوع بتقولي في الاخر يا جماعه اقعد اهزر. هزري يا نوع، عملت عايزه ايه؟ ماشي اوكي. ايه رايك بقى النهارده في مهرجان العالمين الجديده؟ لا حلو قوي، مبسوطه. حاجه مشرفه، الواحد بيفرح لما بيلاقي حاجه حلوه في بلده، في تطور، في حفلات، في مهرجانات. معينا نعرف ان الاسكندرانيه ما بيحبوش الساحل. ايه ده ليه بجد؟ اغلبيتهم صحابي الاسكندريه لك لا لا لا، اسكندريه حاجه والساحل حاجه، العلمين حاجه. لما بيطلعوا كده يحسوا حتى بغربه، حتى وانتوا مدينه انه على البحر يعني. لا انا ده جديد بالنسبه لي. انا ما باجيش الساحل كتير قوي بس بحبه يعني، لما باجي مش ببقى متضايقه. انا عندي سؤال غريب قوي وشفتي انت كنت خايفه يعني. نوها يا جماعه كلمتني قبل الانترفيو تقولي بالراحه عليا، وانا عارفه ان انت سم في العسل، ويا سالي لا ما تجيش عليا وانا بحبها فما تجيش عليا. قلت لها حاضر. فانا قلت لها الاسئله هتبقى سهله جدا، هو اهم سؤال النهارده ممكن يبقى اصعب سؤال. ايه ليه؟ أيوة. الاسكندرانيه شعرهم الستات ما بيبصش في الرطوبه، ايه سركوا وحياه ربنا بس كده؟ شعرنا مش بيبوظ في الرطوبه؟ احنا بنيجي القاهره بيجرى لنا حاجه. انت يعني فاهمه اللي هو اسئله غريبه. بصي شفتي انا اهو الانترفيو خلاص خلص. انت هتروحي إيه دلوقتي؟ لسه مش عارفه اللي هيتعمل فيك. انا ما كنتش عارفه ان انا جسيت. طب انت ما بتحسيش كده انه فعلا انتوا بتستحملوا انه الحر الرطوبه؟ احنا بنستحمل. هو انا هجيب لك من الاخر، الست الاسكندرانيه بتستحمل. طب انت اسكندريه ولا سوهاج؟ انا كله يعني. انت باباكي الله يرحمه يعني من سوهاج؟ انا كله. انا ابويا اصلا من سوهاج، وعشت وتربيت واتولدت اصلا في اسكندريه. انا سوهاج ما رحتهاش غير مره ولا مرتين بس. عشتك كلها اسكندريه؟ عشتي كلها اسكندريه. دلوقتي بقيتي القاهره؟ عشان شغلي. بقالك قد ايه قاعده في القاهره؟ يعني بقالي 12 13 سنه او 14 سنه مثلا. ايه اللي لقيتيه مختلف عن اسكندريه في القاهره؟ بامانه بقى. بصي انت دبلوماسيه قوي، ها وانا مذاكراكي كويس قوي وقعدت اجيب لك انترفيوز من يوم ما بداتي. كفايه دبلوماسيه الحقيقه. ماشي يلا. الشتاء في اسكندريه احلى. وايه تاني؟ ايه تاني؟ بس كفايه كده. بس كده. طب اهلها وناسها مثلا بيختلفوا يعني؟ اسكندرانيه ايه الفرق بينهم وبين القاهرويه؟ احنا عارفين الحقيقه. طب مش لازم نقولها؟ كل حاجه لازم تتقال؟ هو في اتجاه؟ خلاص مش هنقول. خلاص بقى.